ربيع. مشروع الكافيه اللي هو فوسفات المدمج في بلاد الحقه، اليوم ارتعينا انه تكون فيه حفله ميدانيه لمعاين عين كثب وعن قرب كل الورشات اللي شفنا فيها التأخير في بعض الورشات على كثير، وشفنا كذلك هناك ورشات وشات بوتيره نقول مقبوله. اليوم كنا حددنا بعض الاجال اللي يفرضها اهميه المشروع هذا، وهذا كان بناء على اللقاء اللي كان رأسه السيد الوزير الشمول على مستوى الوزاره الاولى في 8 ماي فارس، حيث اعطيت تعليمات صارمه للتكفل الجيد للمشروع هذا. شفنا اليوم بانه الخط المزدوج والعصري لسيدي يحيى توسع على مسافه 37 كيلومتر سيكون جاهز ان شاء الله قبل نهايه شهر جويلية، يكون على اقصى تقدير جاهز في 10 من جويلية ان شاء الله. واليوم في اللحظه هذه رانا واقفين عند 4 منشات فنيه نموذج منها اليوم على مستوى بلديه العويلات هنايا اللي عندها اهميتها بالنسبه للمشروع هذا، ونعطينا كذلك تعليمات بضروره تسريع وتيره الانجاز انه تكون 3 ورديات روحونات، ويكون كذلك مخطط عمل تسير الورشه اللي سيتم متابعته بدقه في كل مره. نقول باللي اهميه تاع المشروع هذا تفرض علينا من انفا صعيدات المنتجات الخارجيه الميدانيه لمعاينه مدى تقدم الاشغال وعدم الاكتفاء بما يصلنا من تقارير. فالورشات اليوم كلها راهي على أهبة رفع التحدي هذا لاستلامها في أجلها المحددة، ومع ذلك نحن نسهر إن شاء الله على رفع هذه الوتيرة ومتابعة الأشغال عن كثب.